نعم التاريخ تقريبا الذي لا ينيرنا إلى المستقبل، لا نحتاج إلى ماضي تقريبا. بالتالي دراسة الماضي هي تكرار للمستقبل والحاضر. ونقطة مهمة كذلك، وهي في إطار الصراع، هذا هو الصراع بين القوى تجاذبات وبين الدولية. التجاذبات وبين الأخرى، يجب أول حاجة رصد وجمع تراثنا الموروث المادي واللا مادي. وهذه تقريبا من أهم التوصيات اللي خرجنا لها في الملتقى. جميل. مثلا كي نجوا نشوفوا في النقطة السادسة، تحدثنا على تثمين المعالم الأثرية خاصة القصور الواحية، والسعي إلى إدراجها إلى إدراج غير المصنف منها ضمن الموروث الوطني والعالمي، وخاصة أن إخواننا في تونس الشقيقة لهم تجارب، وخاصة أصحاب المخبر تاع النخب والمعارف اللي درنا معاهم توأمة في إطار هذا الملتقى، جميل. مع المخبر البحث التاريخي الاقتصادي الاجتماعي للجزائر اللي كان ممثل المخبر التونسي هو الأستاذ الحناشي، والمخبر كان يدخل بين ما يسمى العلاقات التونسية الجزائرية العلمية، اتفاقية ونقل كذلك الخبرات اللي، وكذلك الأستاذ محمد ناجي اللي ليه باع كبير في تصنيف التراث المادي واللامادي في تونس، وعنده علاقات. وبالتالي أول من أهم النقاط اللي تناولناها وهي تقريبا تسجيل الموروث تاعنا لدى اليونسكو ولدى المنظمات الأخرى. مثلا كما الغوط، تراثنا تراث تقريبا بمنطقة واد سوف اللي اليوم تقريبا ما سجلناش، وبالتالي راح نمشوا في هذا المسعى وهو التسجيل وإدراج. سجل في المنظمة الزراعية كتراث زراعي، لكن الغوط ما يمثلش تراث زراعي فقط. بالضبط، عندها جوانب أخرى، جانب اجتماعي. بالضبط، وبالتالي نحاول أن نرفع سقف إيصال الغوط إلى أن يكون يدرج ضمن التراث العالمي لليونسيف واليونسكو، خاصة الزراعة المعلية معروفة. بالضبط. زيد نقطة أخرى مهمة كذلك، وهي الخزائن المخطوط اللي عندنا في هذه المنطقة، زاخرة جدا من توات إلى جبل نفوسة. كل خزائن المخطوطات تقريبا الجزء المستفاد منها قليل جدا، واللي كان أول من استفاد لها المستشرقين بين تاديوس ليفيتسكي وغيره الكثير من الباحثين. اليوم نحتاج إلى جمع هذا المادة المخطوطة للحفاظ عليها خاصة من التلف. نعم. المخطوطات وهي انطلاقة للتاريخ، لأننا التاريخ وهو عبارة عن مادة حية. إلى كنا نجدد المخطوط إلى فعلناه كان عندنا تاريخ ديما حي، إلى ماتت المادة نبقى دائما نجتر تاريخنا ونعيد ما ذكره سابقنا. وبالتالي تقريبا في هذا الملتقى حاولنا نركز على بعض النقاط اللي راح تكون إن شاء الله انطلاقة وبعث إلى تاريخ المنطقة والحفاظ على موروث المنطقة، باش نستطيع أن نواجه هذه العولمة ونواجه هذا العالم ونكون جزء منه، جزء مهم.